بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 193. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم للمؤلف رحمه الله تفصيل في الشفاعة المثبتة والمنفية، ووقفنا عند قوله: وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله: قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية. وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بها وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تقدم الكلام على هذه الآية في آخر الحلقة السابقة، وهو أن المشركين أن النصارى كانوا يعبدون المسيح وأمه، واليهود يعبدون عزيرا، أو طوائف منهم يعبدون هؤلاء. فالله تحداهم في هذه الآية وقال: ادعوهم. هذا من باب التحدي لهم والزجر لهم. ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب، فهم زعموا أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، فلذلك دعوهم. فالله جل وعلا قال: ادعوهم، أمر تهديد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع المرض أو غيره ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو نقله من مكان إلى مكان، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي ينقله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وما داموا لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فكيف يدعون؟ وكذلك ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من عيسى وأمه وعزير كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله، يتقربون إلى الله لحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وهذا فيه أن الخوف والرجاء من أركان العبادة، خلاف الذين من المتصوفة يقولون إن العبادة هي المحبة فقط، وأما الخوف والرجاء فليس من العبادة. فهذا رد عليهم، أن الأنبياء يخافون من الله سبحانه ويرجونه، يجمعون بين الخوف والرجاء. أما حديث أبي هريرة فهذا في جانب آخر، وهو أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحصل لأهل التوحيد ولا تحصل لأهل الشرك. ولذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه ويخلص ويعتقد معناها، يعتقد معناها، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يقولها يريد وجه الله بها، هذا هو الذي يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وغيره إنما يشفعون لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك فليس لهم شفاعة ولا تقبل فيهم شفاعة. فهذا شرط من شروط الشفاعة، وهي أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يقول كالمنافقين، أو يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو غير الله من الأموات والأضرحة وغير ذلك، فهذا ليس مخلصا لله عز وجل في العبادة، لأنه مشرك، فلا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. نعم، والإخلاص يتفاوت، وكلما كان الرجل أكثر إخلاصا لله كان أكثر حظا من شفاعة من الشفاعة يوم القيامة. نعم. وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. هذا مفهوم الحديث، أن إذا كان الشفاعة لأهل الإخلاص فدل على أن أهل الشرك ليس لهم شفاعة. نعم. فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له. هذا بخلاف المخلوق، الله جل وعلا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه ليس بحاجة إلى أحد. وأما المخلوق فإنه يشفع عنده بغير إذنه وبغير رضاه أيضا، بغير رضاه وبغير إذنه. نعم. ويضطر المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة، لأنه محتاج إلى الشافع. نعم. محتاج إليه يعينه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد حتى يقبل شفاعتهم وإن لم يرضى، أو يقبل شفاعتهم وإن لم يأذن لهم. نعم. قال: فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يؤذن له، فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. نعم. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وقد صلى على المنافقين ودعا لهم، فقيل له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقيل له: أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت. فأنزل الله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد وأهل الإخلاص، أما المنافقون فلا تقبل فيهم شفاعة. ولذلك نهى الله
سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، نهاه أن يستغفر لهم، ولا تصلي على أحد منهم، لا تدعو له أو تقم على قبره داعيا له. خلاف المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المؤمنين، وكان يقف على قبورهم بعد الدفن ويستغفر لهم ويسأل الله لهم التثبيت، ويأمر الناس بذلك الحاضرين. أما المنافق فقد نهى الله رسوله أن يصلي على أحد منهم أو أن يقف على قبره، لأنهم ليس عندهم إخلاص، وإنما يتظاهرون بالعبادة وهم كفرة في قلوبهم والعياذ بالله. وكذلك من يدعو الله ويدعو غيره، الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو مخلوقا من الأموات أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالدعاء، بالاستغاثة، بالذبح، بالنذر، يذبحون للقبور والأضرحة، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهم مشركون، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. قول لا تصلي على أحد منهم يعني الدعاء، ولا تقم على قبر يعني الصلاة عليه، دعاء له. نعم. وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم. فالله نهى إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه، لأن أباه كان مشركا، مات على الشرك. ولما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط جادلهم إبراهيم عليه السلام، يريد بذلك أن يمتنعوا عن إهلاكهم، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، فدل على أن المشرك لا تقبل فيه شفاعة الأنبياء. نعم. ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. نعم. فالله استثنى الاستغفار للمشرك، فالله أمر المؤمنين أن يستغفروا للمؤمنين، ويستغفر بعضهم لبعض إلا المشركين من أقاربهم، فإن الله نهاهم عن ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولا يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، فإنه كان قد وعده بذلك، وقد وعد إبراهيم قد وعد أباه أن لا أستغفرن لك، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك. نعم. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإبراهيم قال لأبيه: لا سوف أستغفرك ربي، لا أستغفر. نعم. قال: سوف أستغفر، سلام عليك، سوف سأستغفر لك ربي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذا من الوفاء بالوعد الذي وعد به أباه، وهذا قبل أن ينهاه الله عن ذلك، فلما نهاه امتنع عن ذلك. نعم. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا مثل قوله: إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لك، يعني هذا استثناء من الأسوة والاقتداء. نعم. والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم،
وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. الله جل وعلا حقه أن يعبد وحده لا شريك له، فالعبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو اعتقاد أنه رسول الله حقا، طاعته وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه ومحبته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد من الأمة. وكذلك المؤمنون لهم حقوق بعضهم على بعض، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالله جل وعلا جعل للمؤمنين حقوقا بعضهم على بعض. نعم. قال فالله تعالى: مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله عز وجل وترك الشرك بالله عز وجل. نعم. ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وهذا كما سبق له نظائر في الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله والحق الخاص بالله عز وجل. فالعبادة كلها بأنواعها خاصة بالله، ليس للرسول منها شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حل له الرسول، والحرام ما حرمه الرسول، والدين ما شرعه الرسول. وجعل التحسب بالله وحده، فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل رسوله، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. نعم. فالحسب نوع من حقوق الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره، ولهذا قال: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالله جل وعلا حسب الجميع وكافيهم، كافلهم سبحانه وتعالى، وهو وكيلهم. وأما الإيتاء وهو الإعطاء فيكون من الله جل وعلا، فالله يعطي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من المال، ولهذا قال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فالإيتاء وهو الإعطاء من المال هذا يكون من الله، ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون من الخلق. نعم. ثم قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. نعم. ثم قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه. نعم. كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بالرغبة إليه. الرغب من أنواع العبادة. نعم. فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا،
وإن كان قد أباح في بعض موضع في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به، بل الأفضل للعبد ألا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. الذي ينبغي للمسلم أن يستغني عن الناس وأن يعلق قلبه بالله، فلا يسأل إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت أسأل الله. فهذا هو الأفضل والأحوط له، ويجوز أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق يجوز، لكن الأفضل ترك ذلك والاستغناء بالله عز وجل. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم. هذه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع. يعزر يعني يوقر، لأن التعزير له معنيان: معنى التأديب ومعنى التوقير، فالمراد بذلك هنا توقير. نعم. ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. فطاعة الرسول طاعة لله قطعا، طاعة لمن أرسله، أما طاعة غير الرسول قد تكون طاعة لله وقد تكون معصية لله. نعم. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. المحبة نوع من أنواع العبادة، وهي محبة العبادة، فمن أحب أحدا مع الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما محبة الطبيعية وهي محبة المال والزوجة والمسكن والأولاد، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ الإنسان عليها وليست من أنواع العبادة، لكن إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل فالله جل وعلا يغضب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة في الله أن تحب عباده الصالحين، هذه محبة في الله وهي من الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله ووالى لله وعادى لله فهذه علامة الإيمان. نعم. وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. فيجب أن يقدم في المحبة أن يقدم الله جل وعلا، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المحبة في الله لعباده الصالحين. نعم. شيخ، هذا معنى يغيب عن كثير المسلمين ويتساءل: كيف أجد في نفسي محبة الله ورسوله وتكون أحب لي من كل شيء؟ إذا قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذه علامة على صدق الإيمان، أما إذا عكس قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله ورسوله فهذا من النفاق. نعم. وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم. واضح هذا أن الله جل وعلا ورسوله يكونان أحب إلى العبد من نفسه، حتى من نفسه. الله أكبر. التي هي أقرب شيء إليه، ولذلك قدموا نفوسهم للجهاد في سبيل الله، صبروا على القتل والضرب والجراح
لأنهم يريدون أن يقدموا ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم، قدموا حياتهم لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إن أرسلت اليهود أنهم يحبون الله، فالله امتحنهم في هذه الآية، ادعوا أنهم يحبون الله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا تناقض، امتحنهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. فمن علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يحب الله لكنه لا يتبع رسوله هذا كذاب. نعم. وقال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبحوا الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. في آيات كثيرة من هذا النوع يجمع الله فيها بين ما هو مشترك بين الله وبين الرسول وما هو خاص بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الهوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.